كان من جديد في فير بلاي نحكيه على الدوري السوبر الاوروبي. ظهر الناس كل يوم صباح صبح تحكي على البطوله هذه، كل الصحف العالميه تناولت الموضوع باطناب. انقلاب في كره القدم العالميه من قبل الانديه الكبرى على الاتحاد الاوروبي على الفيفا، هضم الجوانب الانديه الصغرى اللي ادنت بشده هذه الفكره. دوري ابطال اوروبا مهدد بالاضمحلال، هذا من اهم العناوين اللي كانت موجوده في الصحافه العالميه اليوم. باش ناخذ اكثر تفاصيل على الموضوع هذا من عند زميلنا الاعلامي المقيم في فرنسا بدر الدين طناني، ناخذ من عنده مزيد من الكواليس والتفاصيل حول الموضوع. بدر اهلا بيك. اهلا بيك اسلام، رمضانك مبروك سنين دايما وكل مستمعي ومستمعات اكسبريس، كل عام وانت حي بخير. باهي بدر، ظهر لي مفاجاه اليوم ومنذ ايام قاعد نسمعوا، لكن اليوم ظهر لي تاكدت بصفه رسميه والبارح يمكن. اعطينا اكثر تفاصيل بدر الدين على الموضوع. والله هو الاخبار بدا معناتها من السبت في الليل بدا هكا يخرج في الكوليس، والبارح خرج معناتها بصفه رسميا. البارح كنت حاضر في مباراه باريس سان جيرمان وسان تيتيان، وبدينا نسمع معناتها في الاخبار اللي اون تران دو سو كونفيرمي حتى لاخر النهار. معناتها الاخبار هبطت كي ساعه على نقولها كي على كره القدم الاوروبيه، لانه نستناو في صيف حارق كرويا، معناتها ما نعرفوش شنو لي ديسيزيون اللي باش تصير. اليوفا اليوم تهدد بور معناتها الفا سانكسيوني لي جوار اللي باش يشاركوا في لي كومبيتيسيون هذوما، ما يلعبوش مع المنتخبات نتاعهم في الكوب دي موند وفي كاس امم اوروبا. معناتها تصورت لي كاس العالم في قطر من غير كريستيانو ومن غير ميسي، ما عادش تولي كوب دي موند، معناتها لخبطه كبيره قاعده صايره. 12 فريق قرروا باش يحسوا المسابقه الجديده هذيا وباش يخرجوا من الشامبيونز ليغ ومن الاوروبا ليغ، وراهم معناتها بانكا كبيره امريكيه هي اللي معناتها وراء البروجي هذايا. ومن المرجح باش يكون فلورنتينو بيريز على راس معناتها المسابقه هذيا. باريس سان جيرمان وباير ميونيخ معناتها رفضوا. كانت هناك محادثة البارح ما بين ناصر الخليفي وريمينيغا معناتها في هذايا الموضوع، وكانوا مترفضين. عديد الجماهير معناتها رافضة خاصة في انجلترا وايطاليا انه المسابقة هذيا تم، مع انه اليوم تم معناتها الريفورم الجديده نتاع الشامبيونز ليغ اللي تي ادوبتي اليوم باش نمروا من 32 فريق الى 36 فريق، معناتها لخبطه كبيره. سمعنا توخل قبيليكا في كونفرنس دو بريس مدرب تشيلسي قال ان شاء الله تشيلسي تاخذ ديسيزيون المعقوله، معناتها خليها في المحلول. يورجن كلوب معناتها قال انا رافض الفكره هذيا وممكن باش تعجل بالرحيل نتاعو من ليفربول. حتى اليوم كي شفنا مورينيو تمت اقالته من توتنهام، خبر معناتها تعدى مرور الكرام، لانه الاخبار تاع السوبر ليج هذيا هو اللي معناتها تناولوه الصحف الكل والاذاعات والمحطات الاعلاميه الرياضيه الكل اليوم. الاتحادات المحليه ايضا بدر الدين ظهر لي هدت الانديه اللي بتشترك ايضا بالايقاف، يعني ما يشترك حتى في مسابقات المحليه هكا ولا؟ صحيح صحيح، معناتها كل ساعة كل ربع ساعة ثم اتحاد معناتها يخرج كومينيكي. بالنسبة هنا في فرنسا رئيس الجامعة نويل لوغريت معناتها رافض قطعيا أن المسابقة هذه باش تتم. بون يفا با يافوار دي سانكسيون هنا في فرنسا، لأنه حتى فريق ما هو يحب يشارك في المسابقة هذه. نستناو زاد لاعبين كبار كيما كريستيانو كيما ميسي كيما نيمار امبابي شنو ردة الفعل نتاعهم، معناتها مازالوا ما كتبوا حتى تدوينه. علاش قلت لك معناتها نستناو عديد الاخبار باش تجي في الساعات القادمه وفي الايام الجايه، وممكن هي بريسيون على اليوفا، لانه تعرف اليوفا قاعده تحصد في اموال كبيره وكبيره برشا من المسابقات الاوروبيه، وقاعده تعطي كان 30% للفرق، معناتها سامحني في الكلمه تعطي في الفتفات كان 30% ماهيش حاجه كبيره مع الازمه اللي نعيشوا فيها توا في العالم، ازمه الكورونا. نعرفوا انه فريق كيما الميلان يمر بازمه ماليه كبيره،
برشلونة وطالبوا اليوفا معناتها باش تقف معاهم في الأزمة هذه، لكن اليوفا ما كانتش متجاوبة. بعد تقول إسلام كان اليوفا باش تعاون الميلان باش تعاون برشلونة، ثم عديد الأفواه معناتها باش تتحل جمعية الكل يقول لك حتى أنا نحبك باش تعاوني، معناتها موقف صعب القات فيه روح اليوفا. زاد الفيفا باش تدخل في الموضوع، نتسناو شنو الايامات الجايه وشنو معناتها السيناريو اللي باش يصير، وهل باش يصير ريفورم اخرى في الشامبيونز ليغ معناتها في العائدات الماليه. نعرفوا انه فريق كي تو بالشامبيونز ليغ يتوشي حكايه ما بين 90 و 100 معناتها مليون يورو، مبلغ مش كبير برشا بالنسبه للانديه هنا في اوروبا يطالبوا بالمزيد. دونك معناتها لخبطه كبيره برشا، وباش تخلينا كل دقيقه نسمعوا السيناريو، كل مره نسمعوا حاجه. بدر الدين انت حكيت انت حكيت على الانديه الفرنسيه والبي اس جي، باش نستفهم البي اس جي ماهيش رافضه لسبب اي معناتها متضامنه مع النوادي الاخرى ولا حاجه، رافضه خاطر رئيس نادي ظهير ناصر الخليفي هو عضو سامي وعضو كبير في الاتحاد الاوروبي، كان ظهر نائب رئيس كما يشغل تاكا ولا لا، واليوم اصبح رئيس اسلام مع انه 12 الفريق معناتها قدموا الاستقاله نتاعهم اليوم من العضويه في اليوفا. دونك ناصر الخليفي ولا هو اصبح الرئيس، كان رئيس اليوفي هو الرئيس، تعدى ناصر الخليفي اليوم الصباح ولا هو الرئيس، في انتظار معناتها شنو اللي باش تقولوا كلمات جايه. لكن شخصيا انا اسلام حتى الفورمول تويكا نتاع الشامبيونز ليغ اللي تبدلت معناتها من اظن عام 96 ولا 97، انا شخصيا معناتها ضد الحكايه هذيا. انا نفضل الفورمول القديمه معناتها لا كوب دي كلوب شامبيون، كوب دي ليفا والكوب دي كوب. معناتها كنا قبل في الكوب دي ليفا كانت عندها القيمه نتاعها، معناتها كان الثاني والثالث والرابع هو اللي يشارك فيها. معناتها لو كان نشوفوا الكلاسمون تاع العوام معناتها الاخرى تنجم تلقى تلانتر وتشيلسي وليفربول والسيتي يشاركوا في كوب ديليفا اللي كانت عندها طعم خاص. معناتها تذكروا ثم فرق اندثرت راهو في اوروبا كيما ليتوال روج دو بلغراد، كيما ايدوكس سبليت، تلاجاكس في بي اندوفن، الفريق السابق تشفشنكو دينامو كييف في عام كيف تمشي البرشلون وتعطيها اربعه في نيوكامب. معناتها كان ثم ليكيليبر الفرق الفرنسيه كيما اولمبيك دو مارسيليا معناتها فاز بالشامبيونز ليغ، فريق نونت كان يوصل معناتها للدومي فينال، كان مستوى معناتها ايكيليبري. كانوا ثم لاعبين كيما فولر لعب في اولمبيك مارسيليا وهو بطل عالم على المنتخب الالماني في عام 90 تويكا، هذايا صعيب معناتها بالصلاة. بورتو معناتها نشوفوا انه فريق بورتو من اكبر الفرق في اوروبا، صعيب بورتو تويكا باش يشري لاعب كيما نيمار ولا امبابي ولا كيما لاعبين معناتها متألقين في الدوريات الاوروبيه، لانه الفارق ولا شاسع بالعائدات الماليه. والشامبيونز ليغ زاد ولات كيما نقولوا معناتها كوب بور لي كلوب في اي بي، وكي نشوفوا البالماريس ولا لي كاتر كلوب اللي ديما يخلطوا في فينال تلقى المانيا ساعات ايطاليا انجلترا معناتها ديما هما المسيطرين، الريال والبرسا كيف كيف. معناتها ما عادش نشوفوا كل بتي كلوب اللي يخرج ويحدث المفاجاه كيما ليتوال روج دو بلغراد اللي ربح تشامبيونز ليغ عام 91، سامدوريا الفريق الكبير في ايطاليا زاد وصل لعب نهائي ضد برشلونه، هذا كل ولينا ما عادش نجموا. بدر الدين في ظل التهديدات من كل بلاصه، من الاتحاد الاوروبي، من الفيفا، من حتى التهديدات للملاعبيه نفسهم، شنو قراءتك انت اللي اكيد بنيتها من خلال الاخبار اللي استقيتها اليوم في وسائل الاعلام في فرنسا ولا حتى في العالم الكل، شنو قراءتك بمستقبل؟ هل باش تصير هذه السوبر ليغ؟ هل باش تصير باش تلعب؟ هل باش تتنحى تشامبيونز ليغ؟ وين باش ترسي الامور معناها؟ والله شخصيا انا نشوف انه اليوفا يظل باش تفتح الموضوع نتاع العائدات الماليه وباش تحاول تقعد معناتها مع الفرق ويلقاو حل معناتها في لي ريفوني بالنسبه للكلوب.
تمنظنش أنه الموسيقى هذا بسكير، خاطر إذا كان باش اللاعبين الكبار والنجوم الكبار ما يساعدهمش أنه ما يخذوش تصفية كأس العالم ولا كأس العالم مع المنتخبات نتاعهم. كما قلت لك معناتها في الأول تصور أنت كوب دي موند من غير نيمار وميسي وكريستيانو ومبابي وتعليم لاعبين، رغم أنه فرنسا معناتها رافضة، لكن كان غدويك مبابي يمشي يلعب في ريال مدريد وريال باش يشارك في الكومبيتيسيون ما يشاركش مع المنتخب نتاعو. انا نقول يظهر لي معناتها باش يقعدوا على طاوله ويحاولوا يلقاو حل. صعيب انه الكومبيتيسيون هذايا باش تصير، وتنجم تكون زاده بوتيتر لضرب كاس العالم القادمه في قطر باحداث الكومبيتيسيون هذايا الجديده. نعرف أن قطر تعرضت لعديد الحملات منذ تحصلت على مع تنظيمها نهائية كأس العالم، تنجم تكون بين فاسون انديريكت نعملوا كومبيتيسيون هكايا باش اليوفا تتدخل وتهدد اللاعبين وهكاك كأس العالم في قطر يصيروا فيها مشاكل أخرى. هو بدر الدين ظهر لي حتى الأندية الصغيرة بالضبط، شفنا برشا بيانات من الأندية منذ لحظات، شوف في كادش فهلي فريق الاسباني ادينا البطوله هذه خاطر باش تقضي على التنافس معناتها بين الانديه. نعرفوا كل عام الانديه تطمح حتى الصغيره منها او المتوسطه تطمح انها تكون موجوده في الشامبيونز ليج تلعب مع فرق كبيره، لا باش تولي كل عام فما فرق معينه هي تشارك ديما كل عام. اي معناتها كان ناخذوا فريق كيما اتلانتا توا دو سيزون دو سويت نلقاو في الدوزيام تور تاع الشامبيونز ليج، تعرف انت كي تتعدى لو دوزيام تور معناتها ويتيام وكارد فينال اقل حاجه تيتوش ما بين 30 و 35 مليون دورو، معناتها بالنسبه ان كلوب كيما اتلانتا معناتها حاجه كبيره، بالنسبه كيما فريق ليل ولا النوادي اولمبيك ليون كي وصلت ولا توتنهام ولا الانديه هذه الكل. يعطيك الصحه. بون لونجلتير ديما في الفلوس والعائدات الماليه ديما خير، لان الدوري نتاعهم يتحصلوا على عائدات ماليه كبيره خاصه من نقل تلفزي. فهمتني؟ لكن الفرق الصغيره هذه معناتها كي تتعدى الفاز دو بول وتخرج من الفاز دو بول تعدى الويتيام دو فينال عندهم عائدات كبيره، ولا بروف فريق ليل تحصل على عائدات ماليه كبيره وهو متصدر الدوري الفرنسي وينجم يفوز بالدوري الفرنسي السنه، معناتها باش تضر الفرق الكل. ان شاء الله نلقاو حل، وان شاء الله السنه ما تكونش اخر مرة نسمع فيها النشيد نتاع الشامبيونز ليج، لأنه ما تماش واحد يسمع النشيد نتاع الشامبيونز ليج وما يتبعش ماتشات الشامبيونز ليج وما يفرحش بماتشات الشامبيونز ليج، لأنه الكرة الحقيقية موجودة هوني في أوروبا. بدر الدين قريت حتى مقالات النسخة الحالية مهدة، أيضا الأندية مهدة كما تشيلسي ريال مهدين ظهر. أي صحيح معناتها مهدين مع أنه تم التصعيد في عدد الفرق معناتها من 32 فريق الى 36، ثم حكيت 100 ماتش زايد. بون مازلنا الفورمول مازالت ماهيش لا ما فهمتنيش بدر الدين، نقصد النسخه الحاليه اللي فيها الانديه اللي قاعد تلعب توا معناها اللي فيها السيتي وتشيلسي الانديه هذم شنو مصيرها من المسابقه هذه معناها؟ والله اذا كان اليوفا معناتها تحب تضرب كما يقولوها والحديد السخون معناتها من الاول نجموا نقولوا مبروك لباريس سان جيرمان. اي بالضبط خاطر قريت مقالات في الشامبيونز ليج، قريت مقالات خاطر في الصعيد هذا في المنحى هذا فهمني، معناتها باريس سان جيرمان ينجم يتحصل على الشامبيونز ليج من غير ما يلعب الدمي فينال. دونك علاش قلت لك معناتها السوايع الجايه ولا الجايه باش نسمعوا عديد الاخبار وعديد الاراء في انتظار تفاعل اللاعبين والنجوم الكبار في العالم. بدر الدين تناني شكرا لك، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها بخصوص دوري السوبر الاوروبي. ظهر لي قضيه هزت الراي العام البارح واليوم كيف كيف اول امس، في انتظار وين باش توصل الامور، مصير اضخم مسابقه كرويه اللي نتمتعوا بها تقريبا كلها ثلاثه واربع، ظهر لي مهدد بالاضمحلال، اصبحت موضوع اكيد للمتابعه. فاصل فلاش بوث ثم مكملين في بلاي حتى الخمسه ونص.